فيديو مخيف من ولاية البويرة يبين قوة الحرائق وسرعتها في الانتشار، والسبب بالتأكيد الجفاف الحاد والطيارات الهوائية المحملة بأكسجين من أسفل الوادي وشعلة النار في أعلى الشجرة. حركة شعلة النار وانتقالها بهذه السرعة الكبيرة يبين لكم سبب وفاة عدد كبير في حرائق ولاية تيزي ووزو، وحتى صعوبة إطفائها إلا بتدخل طيران الإطفاء، فمن يستطيع الاقتراب من حرائق بهذه القوة؟ الجفاف الحاد لمدة 6 أشهر كاملة جعل هذه الأشجار كوقود قابل للاشتعال. شعلة النار وكأنها كائنات حية تلتهم الأشجار. سبحان الله.